الحقيقة إنه في ناس كتير مهتمة بإنها تجرب فكرة كهف الملح، إزاي وإيه هي التجربة؟ وتجربة الحقيقة إنه من المفترض إنها بتخلص جسم الإنسان من كل الطاقة السلبية والتوتر والإرهاق اللي بيمر بيه. خلينا نعرف من خلال التقرير ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. هي حقيقة فكرة كهوف الملح في أوروبا كانت منتشرة منذ القدم، وأنا كنت أحد أصحاب أحد شركات السياحة أو السفاري في شرم الشيخ. جاء ابن عمي محمد خليل، عملنا كهف ملح، أول كهف ملح يعتبر في مصر كلها كان في شرم الشيخ، كان سنة 2009. فابتدت الفكرة تشتغل على السياحة مع الأجانب وخاصة الروس واللي هم الأوكران الموجودين في شرم الشيخ، لأن هي كانت النسبة الكبيرة من السياحة روس وأوكران. وابتدينا نشتغل على البولنديين، وابتدينا نقول بعد الثورة ليه ما نقولش فكرة السياحة العلاجية أو سياحة الاسترخاء. كهوف الملح يا جماعة هي بمختصر شديد جدا هي عبارة عن حاجة بتساعدنا على التخلص من الطاقة السلبية أو التخلص من الأرق. فده هو كبرنامج بالنسبة للأوروبي، هو بيحب يعمل التأمل والاسترخاء، ازاي هو يتخلص من الطاقة السلبية، ازاي هو بيقدر يفصل العقل الباطن بتاعه. فده احنا خدناه وعملناه واشتغلنا عليه في مصر، وابتدينا ان احنا نعمل وانشر كهوف الملح في مصر. وكان اول كهف ليا في مصر كان سنة 2013، كان في حدائق الاهرام بمشاركة زوجتي الروسية رحمة الله عليها، كانت دكتورة علاج طبيعي. وابتدينا نشتغل على فكرة كهوف الملح في مصر، وعملنا اكتر من مكان في مصر، وعملنا في مطروح، وعملنا في سيوة كهوف ملح. وانتشرت الفكرة بعد كده خارج مصر. أول كهف ملح عملته خارج مصر كان بعمان الأردن، بعد كده عملته بالسعودية، بعد كده عملته في ليبيا، ولكن مش باسمي، لا ده بأسماء ناس تانية، وساعدت في إنشاء كهف الملح في ليبيا. وابتدت فكرة وثقافة المصريين إن هم في الأول حقيقة ما كانوش يعرفوا يعني إيه كهف ملح، أو الملح ده بيساعد على إيه أو مفيد لإيه. فابتدوا يعملوا زي سيرش، أو اشتغلنا ماوس تو ماوس، اللي هو واحد يخش كهف الملح طلع الله ده أنا انبسطت، الله أنا حسيت بريلاكس، الله أنا حسيت إن أنا نمت. لأن هو أحيانا كهف الملح كل واحد لما بيخش المكان ليه مود معين أو نتيجة تختلف عن شخص لآخر. يعني ممكن حضرتك حسيتي بريلاكس، ممكن حضرتك حسيت إنك أنت عايزة تتحكي، كل هذه طاقات بتخرج. في ناس بتدمع أو بتعيط بتطلع طاقات سلبية، في ناس بتنام. أنا كشخص مثلا لما باجي أعمل لنفسي جلسة التأمل بحب أعملها مثلا ممكن عن طريق فتح مسارات الطاقة بتاع جسمي، عن طريق بعض آيات القرآن بتساعدني إن أنا أسترخي مثلا، أسمع مثلا آيات من القرآن في بتساعدني على الهدوء، مثلا زي سورة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مقررة كتير مثلا، ممكن أشغل سورة البقرة مثلا، ممكن بعض الموسيقى العلاجية الهادية البسيطة اللي تساعدني على النوم. فبعمل جلسة بنظف طاقة جسمي منها، فبيختلف من شخص لآخر. في ناس بتيجي تقول لي إحنا عايزين نسمع موسيقى هادية، في ناس بتقول لي إحنا عايزين نسمع قرآن، فبنشتغل على حسب هو عايز يسمع إيه. فلذلك تلاقي الإنسان لما بيعمل جلسة التأمل والاسترخاء بيلاقي في اختلاف في البشرة بتاعته، وشه ابتدى يحمر، ابتدى يحس بالنشاط، لان هو قدر يفصل العقل الباطن بتاعه. حتى لو لمدة 5 دقايق ما بيفكرش في حاجة، فالعقل الباطن بتاعه ارتاح. وانا دايما اقول يا جماعة معظم الامراض العضوية والغير عضوية في جميع انحاء العالم سببها القلق والتوتر. عشان كده الاوروبيين بيعرفوا ازاي يمارسوا جلسات التأمل، جلسات الاسترخاء بأقل شيء. فكهف الملح أقل شيء هو بيعمل لك جلسة للتأمل والاسترخاء، وإنك أنت تستعيد حيويتك ونشاطك.